مشاهدينا، ومرحب بالتأكيد بكل الناس اللي انضمت لمتابعتنا لصباح البي ان. الرسالة الرياضية مع الزميل محمد فضل الله معنا عبر الهاتف. ألو ألو، صباح الخير عليك. صباح الخير ماجدة، تحية ليك وتحية لشركة الأغنية اللي نزرق وزملاء الأعزاء فريق العمل. أهلا ومرحب بك، ومشتاقين كثير، طورنا وتلاقينا. والله انت شكلك علينا من الصباح جابوك بدري بدري. والله يا ريت لو كنت معنا في الاستوديو بعد ذاك، انت ما رايح حتكون عارف. طيب، الهلال والمريخ امس حققوا يعني انتصارات مهمه شديد. طبعا ايوه، امبارح يعني كانت يوم سوداني مميز جدا لكره القدم. نحب نقول كذا الان طولنا للافراح دي يا ماجده. الهلال والمريخ كانوا لاعبين في دوري الابطال الجوله الثالثه، وجوله كانت مصيريه جدا. دخل المريخ بنقطه واحده من مباريتين، وبعد ذاك لعب مع فريق الشباب بالوزداد. مباراه كانت مميزه جدا، الساعه 3 بدات في ليبيا شهداء بنينا، الملعب شهداء بنينا ببنغازي. طبعا ده المريخ عامل ملعبه، ومباراه بدات مميزه جدا. وبعد ذاك يعني المريخ اظهر فيها مستوى راي 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 تكتيك عالي جدا، على حسب يعني طبعا التوليفه جديده، مجلس اداره جديد، لاعبين جدد، مدرب جديد. لكن واضح انه في الثلاثه مباريات الماضيه المريخ كان كويس جدا، وامبارح حقق النصر بهدف من ركله جزاء سجله بالو بركله جزاء كانت مميزه برضه، حافظ على هذا الهدف وظفر بالثلاث نقاط. وبعد ده عمل اربع نقاط، ينتظر 10 ايام زي ما قال ريكاردو عشان يلعب المباراة تحت الجولة الرابعة اللي هي حتكون برضه مع شباب بلوزداد في الجزائر. يعني المريخ عليه يعني يعيد نفسه جيدا في العشر ايام دي عشان يواصل التميز ده لقدام ويحقق الفوز في المباراة دي، بعد تكون سهل جدا يتأهل. اما الازرق الساعة 6 مساء كان امبارح مع القطن الكاميروني، تقدم عليه بهدف، وبعد ذلك الهلال عمل مباراة أكثر من ممتازة ومميزة، وقلب الطاولة على الكاميروني وتفوق عليه بهدفين مقابل هدف، وأظهر به الست نقاط. مباراة ألق فيها كل اللاعبين خاصة ماكابي، للوبو ماكابي اللي سجل الهدفين، ويمكن كان الهدف الأول نسخة من الهدف اللي سجله فيه الأهلي المصري. وبكده الهلال برضه عمل ست نقاط في المنافسة الأفريقية. والدير في مباراه مهمه جدا يمكن في المجموعتين، في مجموعه الهلال الاهلي المصري لاعب مع صن داونز الجنوب افريقي في مصر. مباراه دي برضه على مدى بعيد يعني الهلاليين ينتظروا انه تنتهي بالتعادل، بتكون كويسه جدا جدا، او ينتهي بخساره الاهلي المصري بعد دخلة الهلال بيكون قريب جدا. واصلا الهلال حياكل من ذراعه يعني بياكل بيده باذن الله في هذه المنافسه. بعد الست نقاط دي برضه الفريق اصبح ممهد للتاهل للدوري الثاني، تحيه للعملاقين ان شاء الله. برضه بعد 10 ايام الهلال هيستضيف القطن هنا، وان شاء الله يكون مباراه مميزه ويعمل تسع نقاط ويكون قريب جدا من التاهل للدور الثاني من دوري الابطال. الدوري الممتاز كان فيه عدد من المباريات، الصناعه اكبر فاز 2-1 على كوبرا الخرطوم، الرابطة الكوشي خسر على أرضه أمام هلال الساكر 1-2، الوادي نيالة تعادل مع الأهلي الخرطوم بهدف في استاد الخرطوم، والنوبال خسر 0-1 أمام هلال الساحل. وفي الدوري التأهيلي برضه كان في أربع مباريات، الأهلي المدني فاز 3-0 على أم مغد الكاملين، هلال المناقب فاز 2-1 على الاتحاد المدني، الزمالك أم روافة فاز 1 أو تعادل بهدف مع مريخ كوشي، والمريخ نيالة ومريخ الأبيض تعادلوا بهدف بكل. شكرا يا ماجدة. شكرا لك، وبالتأكيد يعني تمنيات النصر للهلال والمريخ ولكل الفرق المتأهلة في الدوري الممتاز. شكرا لك كثير محمد فضل الله. شكرا ماجدة، شكرا بالتوفيق. شكرا لك. بالتأكيد مستمعينا ومشاهدينا لسه متواصلين معاكم، نسمع اللحن ونرجع نتواصل.